حمص القديمة خالية من الإرهابيين وورشات الخدمات تباشر العمل. إرهابيون يفجرون فندق الكارلتون بحلب ويدمرونه بالكامل. روسيا تعيد تقييم الوضع في أوكرانيا بعد قرار دونيتسك ولوغانسك عدم تأجيل موعد الاستفتاء. فترة أخبار الرئيس، أهلا ومرحبا بكم. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهدت حمص القديمة اليوم خروج الدفعة الثانية والأخيرة من الإرهابيين. أوقف جزء من هذه الدفعة بسبب عدم وصول قافلة المساعدات إلى نبل والزهراء بحلب. وأكد محافظ حمص طلال البرازي أن ورشات الصيانة بدأت أعمال التأهيل وسط المدينة ووضعت خطة إسعافية لتحسين واقع الخدمات فيها. كاميرا المركز الإخباري وبشكل حصري رصدت الوضع في ساحة حمص القديمة بعد انسحاب الإرهابيين منها. منذ صباح الباكر كاميرا المركز الإخباري كانت أولى الكاميرات التي وصلت إلى هنا. هذه هي ساحة الساعة القديمة. سنلتقي السيد طلال برازي وهنا على أرض الواقع من هذه الساحة. مرحبا بك. بداية، ما هي الخطوات التي سوف تلي خطوات المصالحة الوطنية وذلك من أجل إعادة الصورة الطبيعية لهذه المناطق؟ نحن بالفعل بدأنا اليوم، وصلت ورشات العمل إلى الساعة الجديدة والطرق الرئيسية أمام مبنى المحافظة ومجلس المدينة. اليوم أيضا نستكمل ما بدأناه بالأمس وأنجزنا منه حوالي 80% من إخلاء للمدينة القديمة من السلاح والمسلحين. اليوم نستكمل هذا الإنجاز. المرحلة القادمة من ناحية ستشهد مصالحات وتسويات وإجراءات انطلاقا من عقل الدولة بمفهوم الدولة الراعية لكل أبنائها السوريين، وأيضا ستشهد في نفس الوقت مرحلة إعادة الإعمار ومرحلة إعادة الخدمات والبنى التحتية. سنعلن اعتبارا من هذا اليوم إن شاء الله كل أحياء المدينة القديمة خالية من السلاح والمسلحين، وسنسمح خلال أسابيع أيضا بعد أن نستكمل عملية التفتيش على كل ما يمكن أن يشكل خطرا على حركة المدنيين. قد يكون هناك شحن ناسفة، قد يكون هناك أنفاق، قد يكون هناك ألغام. لابد من دخول سرية الهندسة أولا للتحقق من سلامة كل الطرقات، ثم نفتح الأبواب لكل من يرغب بالعودة. المفاوضات والتفاهمات السورية نجحت. وجودنا اليوم في هذه النقطة بالذات هو دليل مباشر على نجاح هذا المجهود الجبار حقيقة من قبل الحكومة السورية. مباحثات وجهود جبارة سورية لعبت فيها الأمم المتحدة دور متواضع بالحضور أثناء هذه التفاوضات وأيضا في مرحلة التنفيذ. هذه العزيمة السورية طالما هي تخطط هذه العقبة السياسية والعسكرية، أنا متأكد مسألة إعادة البناء ستكون أيضا من نجاحات سوريا بإذن الله. كما نلاحظ بأن آخر دفعات المجموعات المسلحة الآن تخرج من أحياء حمص القديمة، نلاحظ بعمق الكاميرا بأن هناك مجموعات من المسلحين يتهيئون للخروج. كما علمنا من إحدى المصادر بأنهم هم يشكلون الدفعات الأخيرة للمسلحين الخارجين من أحياء حمص القديمة. طبعا هذا الشارع هو ما يعرف بشارع حما، ويعتبر من آخر الأماكن التي كانت تتواجد فيها المجموعات المسلحة في أحياء حمص القديمة. أيها المارون، بين الكلمات العابرة يحملوا أسماءكم وانصرف. أيها المارون، بين الكلمات العابرة كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العشق المقدس أو إلى توقيت موسيقى. فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم. وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان او للذات. ايها المارون، بين الكلمات العابره انا ان تنصرفوا وتقيموا اينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا.
حان أن تنصرفي. ورشات الصيانة بدأت بتفقد أحياء حمص القديمة وعاينت الأضرار لتقديرها وإصلاحها بالسرعة القصوى. بعد انتظار دام لأكثر من سنتين فتح مركز مدينة حمص بعد أن دخلتها العصابات المسلحة واعتدت على مؤسساتها الخدمية ومعالمها الأثرية والسياحية. أنا الآن أتواجد في مركز مدينة حمص خلفي تماما السوق المسقوف، كما تلاحظون الخراب والدمار الذي لحق بالمنشآت التجارية والمحال التجارية والسوق المسقوف من جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة. على يميني تماما السوق الحميدية، هذا السوق أيضا الذي تعرض للتخريب والتدمير من قبل العصابات المسلحة. أمامي تماما ساعة حمص القديمة، هذه الساعة الأثرية التي ترمي إلى مدينة حمص. أمامي تماما كما تلاحظون الجيش العربي السوري رفع العلم العربي السوري علم النصر على الساعة القديمة في مركز مدينة حمص. وعلى يساري أيضا كما تلاحظون فندق رغدان وعدد أيضا من المحال التجارية والأبنية التي تعرضت للحرق والتخريب أيضا من جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة. طبعا لا نستطيع الاقتراب والوصول إلى عمق سوق المسقوف أو الأسواق أو الحرارة أو الأحياء الأخرى، لأن الجيش العربي السوري لا يزال يقوم بعملية التمشيط خوفا من عبوات ناسفة هنا أو ألغام هناك. على البنك استفقدنا شو الأضرار، شو حجم الأضرار الصايرة يعني، وحطينا السيد المحافظ بالصورة، واليوم هاي تاني نزلي إلنا السيد المحافظ توجيهاته أنه بأسرع ما يمكن نفعل المركزي بقلب حمص. الحمد لله شفنا ساعة وشفنا حمص وفرحة كتير كبيرة الحمد لله رب العالمين. المرحلة القادمة إن شاء الله مرحلة عمل سريع ومتواصل ودائم لإعادة المصارف، إعادة مؤسسات دولية إلى عمل السابق، وإن شاء الله خلال فترة قريبة نكون على رأس عملنا. سنعود مباشرة لعمليات تنظيف وترحيل كل البقايا الموجودة في مقر المصرف الزراعي في بناء مجلس مدينة حمص، وسنعود للعمل إن شاء الله اعتبارا من يوم الأحد سنكون متواجدين في بناء المصرف وسنقوم بالخدمات فور تنظيف المصرف. باشرت ورشات الكهرباء بتقييم الأضرار وكان حجم الأضرار كبير جدا جدا، أمننا مباشرة الكهرباء والخدمة للمراكز العامة. بحجم الألم الذي نراه مستوى أمل كبير بأننا سنبني ما دمره المسلحون ولتعود حمص كما كانت، قلب سوريا النابض بالحياة. من أمام الساعة القديمة بحمص لأخبار التلفزيون إيمان إبراهيم. وبناء على اتفاق حمص القديمة تم تحرير دفعة جديدة من المختطفين في محافظتي اللاذقية وحلب ليصل العدد إلى 70 مختطفا محررا كما نص الاتفاق. شمل اتفاق حمص القديمة إطلاق سراح عدد من المختطفين في محافظتي اللاذقية وحلب، وفي اليوم الثاني لدخول الاتفاق حيز التنفيذ وصلت الدفعة الثانية من المختطفين المحررين في اللاذقية، والتي شملت 25 مواطنا أغلبهم من النساء والأطفال ليصل عددهم إلى 40 مواطنا بعد إطلاق السراح 15 آخرين في الدفعة الأولى أمس. أختي أنا بشكر الجيش العربي السوري، بس والله ما مصدق اني شفت الله الاطفال، لك والله فرح ما بتتصدق، بس هي مغيره كثير والله ما عرفتني. شعور بالفرح الشعور لا يوصف. رجالي الزفة والله ليك 17 واحد رايح لي بالعائله. رجال المخطوفين والله يرجع لنا الباقيين ويلمش منا كلياتنا. فرحه لا تقدر، الحمد لله ان شاء الله بيرجعوا كل المخطوفين سالمين غانمين. فرحان فرحان ان شاء الله بتقبل برجوع الباقيين يا رب، لسه امه واخوه الثانيين. شكرا للسعو بهالأمر جلب هالأطفال وهالنساء المخطوفين. الحمد لله مبسوطي. شو بدي أقول؟ والله بدي أقول الله يحمي الجيش. فرحة تشارك بها مختطفو حلب مع اللاذقية، حيث تم تحرير 30 مواطنا بينهم عسكريون كانت المجموعات الإرهابية اختطفتهم في حي بستان القصر. معاناة من تم تحريرهم من أيدي الإرهاب انتهت، ولكن أكف السوريين ما زالت مرفوعة تلهج بالدعاء لتحرير باقي المختطفين وعودتهم سالمين إلى ذويهم وديارهم. وفي اعتداء إرهابي على آثار حلب القديمة، مجموعات إرهابية مسلحة تفجر أنفاقا حفرتها تحت فندق الكارلتون ما أدى إلى تدميره بالكامل. شادي حلوة والتفاصيل. يكبرون بسم الله والله منهم براء،
إنها المدينة القديمة في حلب التي يستهدفها الإرهابيون المرتزقة بشكل مستمر عبر تفجير أبنيتها الأثرية والتاريخية لطمس معالمها الحضارية وانتقاما من أهلها الشامخين كقلعتها. وهذه المرة تفجير جديد استهدف ما تبقى من فندق الكارلتون، ما أدى إلى تدميره بالكامل بسبب قيام المرتزقة بحفر الأنفاق وتفخيخها بكميات كبيرة وضخمة من المتفجرات. وعقب التفجير شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة في محاولة من قبل الإرهابيين للتسلل إلى المناطق الآمنة، ولكن بواسل قواتنا المسلحة كانوا لهم بالمرصاد. قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بالتنفيذ عدة تفجيرات في فندق الكارلتون في المدينة القديمة المجاورة للقلعة، ولكن بفضل رب العالمين وبواسل قواتنا المسلحة تم السيطرة على الوضع بشكل كامل. وقت التفجير لآخر لحظة والشباب عم صامدين بمكانهم ما قدروا يتقدموا ولا متر للمجموعة الإرهابية. الحمد لله لن يعبر إلا عن إجرامهم وحقدهم، ولن يزيدنا إلا صمود، ونعاهد كما عهدنا سابقا الوطن أن نكون دائما الجند الأوفياء. إذن هي المحاولة البائسة والفاشلة من قبل عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة للتسلل إلى المدينة القديمة، يفجرون الأبنية الأثرية في محاولة للدخول إليها، وإن استطعتم على الحجر فلم تستطيعوا على إرادة البشر. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، المدينة القديمة، حلب. وتقف عناصر قوات حفظ الأمن والنظام في وزارة الداخلية جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري في ملاحقة المجموعات الإرهابية التكفيرية. جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري تتصدى عناصر حفظ النظام في قوى الأمن الداخلي لعصابات الإرهاب. ففي دير الزور تقوم وحدات المهام الخاصة بعملية الرصد والترقب لتحركات الإرهابيين عن كثب. دوار الكرة الأرضية من قوات حفظ النظام نرصد تحركات المسلحين من الحرش. نحن عناصر وحدة حفظ النظام والأمن نقوم برصد حركات المسلحين من جهة الحسينية إذا حاولوا التسلل إلى المدينة. وتنصب وحدات المهام الخاصة في قوى الأمن الداخلي الكمائن للإرهابيين قرب دوار الكرة الأرضية لرصد تحركاتهم من جهة الحسينية وصد محاولات تسللهم إلى الأحياء الآمنة. نقوم بمؤازرة أفراد الجيش العربي السوري في تصديه للمجموعات الإرهابية المسلحة ومنعهم من التسلل والدخول إلى الأحياء الآمنة في مدينة دير الزور، وإن عناصرنا منتشرون في كافة أنحاء المحافظة. وتبقى قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها سدا منيعا في وجه تمدد الإرهابيين حتى قطع دابر الإرهاب ورعاته عن تراب الوطن. يمضي الأمريكيون في إملاء خياراتهم المتناقضة على العالم، فيدعمون الفاشية في أوكرانيا ويسلحون الإرهاب التكفيري في سوريا. على هديهم يمشي القطيع الأوروبي. تتداعى القيم الأمريكية نزولا على سلم الأولويات الاستراتيجية للبلد الذي كان يدل على العالم بقيم الحرية. حارب الأمريكيون النازية منتصف القرن الماضي للتخلص من الفاشية، ثم غزوا دولتين مطلع القرن 21 بدعوى محاربة الإرهاب، وها هم اليوم يدعمون الفاشية العنصرية في أوكرانيا ويستضيفون هذا وأشباهه، يمدونهم بالسلاح وهم الغطاء السياسي لما هو أسوأ من القاعدة. نحن نقدر لأمريكا دورها في دعمنا سياسيا وفي جميع المجالات. يزيل الأمريكيون جبهة النصرة وأبا محمد الجولاني عن لائحة التنظيمات الإرهابية، فيما يتسع تصنيفهم للدول الداعمة للإرهاب، فيطال كوبا الدولة الشيوعية التي لم يعرف عنها يوما دعمها لحركة جهادية لها وجه ديني، الأمر الذي أثار حفيظة الصين، فحذرت المتحدثات باسم خارجيتها الأمريكيين من استخدام المعايير المزدوجة بشأن مكافحة الإرهاب، وهو السلوك ذاته الذي ينتهجه الأوروبيون عندما يعلن وزراء خارجيتهم دعم المسلحين في سوريا، ثم يجتمع وزراء داخليتهم في بروكسل لدراسة التدابير الواجب اتخاذها بشأن المقاتلين الأجانب فيها وتأثير هذه الظاهرة على أمن أوروبا، بحسب نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزيرة الداخلية جويل ميليكيت.
فقد كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن أكثر من 15,000 أجنبي من 70 دولة يتواجدون حاليا في الأراضي السورية، وينضمون في غالبية الأحيان إلى صفوف الجماعات الإسلامية الأكثر تشددا كجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. كما نقلت اليومية الفرنسية عن رئيس الاستخبارات الأمريكية جون برنار قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من استخدام الأراضي السورية من قبل تنظيم القاعدة بهدف تطوير إمكانياتهم القتالية لارتكاب المزيد من العمليات في سوريا وخارجها. كتاب فرنسي جديد بعنوان قطر الصديق الذي يريد بنا شرا يفضح بالتحقيقات دور قطر الملوث بدماء العرب ويكشف دور قناة الجزيرة والقرضاوي فيما يسمى الربيع العربي. حقيقة ما يسمى الربيع العربي والتآخي القطري الإسرائيلي إضافة إلى دور المخابرات الأمريكية في تدريب الكوادر والمختصين في الإنترنت والحرب النفسية لإشعال الفوضى الخلاقة حقائق يفضحها كتاب بعنوان قطر الصديق الذي يريد بنا شرا. الصحفيان الفرنسيان المشهوران نيكولا بو وجاك ماري بورجيه يثبتان بالتحقيقات المعمقة التآمر القطري الإسرائيلي منذ مطلع التسعينيات والعلاقة الوطيدة بين رباعي الشر حمد بن جاسم ويوسف القرضاوي والموساد الإسرائيلي والكونغرس الأمريكي. ويوثق الكتاب لعملية تمويل قطر للإرهابيين لتخريب وتدمير سوريا ودورها الإرهابي في ضرب واحتلال ليبيا بهدف الاستيلاء على الودائع الكبيرة للقذافي في قطر ورغبة الأخيرة في احتلال مواقع القذافي في إفريقيا تحت ذرائع المساعدات الإنسانية. وفيما يخص قناة الجزيرة يشرح الكتاب الخطوات العملية لإطلاقها عبر فكرة يهودية عمل على تنفيذها الأخوان اليهوديان الفرنسيان ديفيد وجان فريدمان اللذان تمكنا من إقناع أمير قطر السابق بتأسيس القناة حيث رأى فيها فكرة مثالية لفتح أبواب العالم العربي لإسرائيل. وتناول الكتاب الوسائل العملية لإطلاق ما يسمى الربيع العربي ومن أهمها الإنترنت والاعتماد على أفلام الفيديو التمردية بحيث يتم تصوير مشاهد تثير التعاطف حتى ولو كانت مفبركة معطيا أمثلة على ذلك. أما فيما يتعلق بالأداة الدينية فكان يوسف القرضاوي طيعا بيد أسياده، فيفضح الكتاب زيارته إلى إسرائيل مطلع عام 2010 وهو ما أكدته طليقة القرضاوي الجزائرية أسماء بن قادة. وعن التغلغل القطري في القرار الفرنسي يتحدث الكتاب عن الاستثمارات القطرية في فرنسا التي أنقذت العديد من المصانع الفرنسية من الانهيار. وبحسب الكاتبين فإن ما تضخه وتضخمه الجزيرة عن الأحداث في مصر ما هو إلا عقدة نقص وطموح قطري فاشل في تبوء دور أكبر من حجمها وسط العالم العربي، خاصة بعد أن أطاح الشعب المصري بشقيق الجزيرة الإخواني محمد مرسي. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غنادي غاتيلوف أن موسكو تعتبر المشروع الفرنسي لقرار مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية سلبيا. وقال غاتيلوف إن هذا النوع من الاقتراحات هو محاولة لنقل الوضع إلى مستوى لا يكون فيه أي شيء مشترك مع محاولات التوصل إلى تسوية سياسية ثابتة. وأشار المسؤول الروسي إلى أنه ينبغي في الوقت الحاضر التركيز على استئناف العملية السياسية على شكل حوار مباشر بين الأطراف السورية. وأضاف غاتيلوف ثمة حالة غريبة في مواقفهم، فمن جهة يحاصرون مبادراتنا في مجلس الأمن بإدانة الأعمال الإرهابية المرتكبة في سوريا، ومن جهة أخرى يقومون بالدفاع عن العدالة. تقوية العمل المشترك مع أخوتنا المسلمين من أجل خدمة الإنسان والإنسان. الأزمة الحالية اللي عم تمر فيها سوريا زادت من مسؤوليتنا تجاه البلد العزيز اللي منحبه وبيحبنا لأنه بلدنا هو. هي رسالتنا أن نكون رسل الحقيقة طبعا، أن نقول الحقيقة وين ما كنا. أهلنا في الجولان السوري المحتل أحيوا عيد الشهداء بالتأكيد على ثقتي بنصر الجيش العربي السوري على الإرهابيين وعلى مشاريع داعمهم. بمناسبة عيد الشهداء وعلى وقع انتصارات الجيش العربي السوري على امتداد الأرض السورية وتكريما للأبطال الذين زفوا بأجمل عرس وكفنوا بأجمل علم،
أحيا أهلنا الصامدين في الجولان العربي السوري المحتل عيد الشهداء في ساحتي بقعاثة ومجدل شمس المحتلتين. الآن في السادس من أيار وسوريا تواجه هذا العدوان البغيض، هذا العدوان الهمجي. أيضا نحمل كل قيم السادس من أيار وكل عظمة وعطاءات شهدائنا الأبرار في مواجهة هذا العدوان الشرس وفي مواجهة هذه العصابات المجرمة، وسوريا ستنتصر بدماء شهدائنا الأبرار، شهداء السادس من أيار في العام 1916، وعلى مر تاريخ سوريا النضالي الطويل المليء بالبطولات. بمناسبة يوم الشهداء بستة أيار أترحم على شهداء الوطن وشهداء المدنيين في الوطن الأم سوريا. ففي قرية بقعاث المحتلة احتشد الأهل عند نصب شهداء الثورة السورية الكبرى، حيث قرأوا الفاتحة ووضعوا إكليلا من الزهر على نصب الشهداء. من هنا من أرض جولان الصامد نبعث بتحياتنا وصدق انتمائنا إلى وطننا الأم سوريا شعبا وجيشا وقيادة. وفي ساحة سلطان الأطرش وسط مجدل شمس المحتلة احتشد أبناء الجولان، حيث ألقي بيان الجولان، بعدها توجهوا جميعا إلى نصب الشهداء في القرية لوضع إكليل من الزهر مؤكدين على استمرار نهج التضحية والفداء. سوريا من عمق تاريخها وهي تدفع ثمن استقلالها وثمن سيادتها وثمن كفاحها وثمن ثوابتها من الشهداء، آلاف الشهداء دفعت سوريا في هذا السبيل، وإن شاء الله سيكون تطهير سوريا من نجس هذه المجموعات الإرهابية قريبا. فلسوريا العزة والكرامة النصر القريب، ولشهدائنا الرحمة والخلود. عطف فرحات، التلفزيون العربي السوري، الجولان المحتل. أقامت مؤسسة القدس الدولية سوريا اجتماعها الاستثنائي لمجلس أمنائها لبيان وتوضيح الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى والتجاهل لبعض الحكومات العربية والإسلامية لما يحدث في فلسطين وبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها في ظل غياب أي رد عربي على مشروع تقسيم حرم الأقصى على غرار ما حصل للحرم الإبراهيمي. مناقشة الوضع الخطير الذي يتعرض له المسجد الأقصى والقدس والفلسطينيون كانت المحور الأساسي للاجتماع الاستثنائي لمجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية سوريا، حيث أكدت الدكتورة بثينة شعبان رئيسة المجلس في البيان الختامي للاجتماع أن الخطورة تكمن في محاولة الفصل بين ما يجري في فلسطين وبين ما يجري في العالم العربي، فما يتعرض له العالم العربي والإسلامي هو محاولة لإنهاء صراع العربي الإسرائيلي بالطريقة التي يريدها الصهاينة، مؤكدة أن قضية فلسطين ستبقى بوصلة الصراع ولن يتمكن أحد من كسر قيم العيش المشترك التي درج عليها أبناء المنطقة. نحن نقول أن هذا الشتاء العربي الدامي الذي أسماه الصهاينة ربيعا عربيا سينتج عنه ربيع عربي حقيقي، حيث تمتلك هذه الأمة بإذن الله بعد هذه المحنة أدواتها وتحل الصراع العربي الإسرائيلي من خلال المقاومة ومن خلال استعادة الحقوق لأهلها الشرعيين. لم نكن لنشهد يوما تدمير كنيسة يهودي أو كنيسة مسيحية أو مسجد إسلامي، والدليل على ذلك هو أن أوابدنا التاريخية والدينية موجودة منذ آلاف السنين، وأن دمشق تحتضن أقدم كنيسة يهودية في العالم لم يلحق به الأذى يوما ما. لم نشهد مثل هذه الممارسات إلا حين قام الكيان الغاصب بتدمير المساجد والكنائس وأحيانا استبدالها بكنيسة يهودي. أعضاء المجلس أكدوا التزامهم بقضية فلسطين كقضية العرب المركزية، موضحين غياب الواجهة العربية الفاعلة والمنددة للانتهاكات الإسرائيلية، كما وجهوا رسالتهم للعالمين العربي والإسلامي لحماية وصون المسجد الأقصى والقدس، فالمعركة اليوم هي معركة واحدة في الوطن العربي ضد الإرهاب. الغياب العربي والإسلامي مع الأسف كبير وتام، ولا يوجد حتى من يقول أن ما يحدث في القدس يهدد عروبتها ويهدد مقدساتها ويهدد أهلها. يوجد غياب للبوصلة، بوصلة الجهاد وبوصلة النضال،
اليوم بفعل ما يحصل في العالم العربي ولا سيما في سوريا. أين الأمة؟ أين رجالاتها؟ أين كرامتها؟ أين عزتها؟ وإذا كان هناك محور يمتد من إيران إلى سوريا إلى المقاومة في لبنان إلى فلسطين إلى العراق، إذا كان لا زال يتحمل عبء الرفض، لماذا لا يلتف الجميع حوله؟ وبينت الدكتورة شعبان أن قوات الاحتلال دمرت خلال شهرين 24 مسجدا وستة كنائس وأربعة أوابد تاريخية، وحولت أحد المساجد إلى كنيس يهودي، ولكن العالم العربي مهد الديانات السماوية سيبقى دائما مهدا للعيش المشترك. في فلسطين المحتلة نفذ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال كافة إضرابا عن الطعام لمدة يوم كامل دعما للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 15 يوما. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى المشاركين في الإضراب بلغ 43 أسيرا في عز الأيلون و51 أسيرا في النقب، ومن المقرر أن ينضم إليهم 20 أسيرا في سجن عفر و16 أسيرا في سجن النقب، موضحا أن عددا من الأسرى الإداريين مثلوا اليوم أمام المحكمة العسكرية للاحتلال في عفر. في العراق انفجرت جثة مفخخة تعود لشرطي اختطف في وقت سابق لدى معاينتها من قبل أفراد عائلته الشمالية العراق، ما أدى إلى مقتل والد الضحية وشقيقه وفقا لمصادر أمنية وطبية. في بغداد قتل شخصان على الأقل وأصيب ثمانية بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة. وإلى اليمن، حيث أكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة أكد أن وحدات القوات المسلحة والأمن دخلت مدينة عزان بمحافظة شبوة جنوب البلاد. أقل المصدر إن الأمن والاستقرار يعود تدريجيا إلى المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين في جول ريد وميفعة بشبوة ومديرية المحفد بأبكن، مشيرا إلى أن ملاحقة ومطاردة عناصر الشر مستمرة وأن المواطنين يرصدون تحركات الإرهابيين في مختلف الاتجاهات، لافتا إلى أنه تم العثور على خطط وعلى أقراص مضغوطة وعلى معلومات تكشف عن خلايا إرهابية في محافظات عدة. في آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا، الرئيس الروسي يحذر من العنصرية العدوانية التي بدأت ترفع رأسها في أوروبا، ومقاطعتا دونتسك ولوغانسك تقرران عدم تأجيل الاستفتاء، والكريملين يعيد تقييم الوضع بعد القرار. ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي أكد أن هناك معطيات جديدة يجب تحليلها، مضيفا بأن موسكو حصلت عبر القنوات الدبلوماسية على نسخة من خريطة الطريق التي أعدتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتسوية الأزمة في أوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد تأكيد بلاده احترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى موسكو. وقال بوتين خلال لقائه رؤساء أرمينيا وبيلاروس وقرغيزيا وطاجكستان في الكريملين: نحن لسنا غير مبالين بما يحدث في أوكرانيا، لقد تم تحديد خطوات محددة لتفعيل جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف تهدئة التوتر في أوكرانيا، وهذا الأمر يجب أن يتم في سياق بدء حوار مباشر بين السلطات في كييف وممثلي المقاطعات في جنوب شرق البلاد. وأعرب الرئيس بوتين عن القلق إزاء تنامي خطر العنصرية في أوروبا، مشيرا في هذا الخصوص إلى الأحداث التي تجري في الآونة الأخيرة بأوكرانيا. ميدانيا، أكد نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف أن بلاده سحبت قواتها من المناطق الحدودية مع أوكرانيا وصولا إلى الوحدات من المستوى التكتيكي، في حين نشرت القوات المسلحة الأوكرانية 15 ألف جندي قرب الحدود الروسية. إلى ذلك، استخدمت سلطات كييف العربات المدرعة والمروحيات الحربية لقمع المتظاهرين في مدينة سلافيانيسك جنوب شرقي أوكرانيا، في الوقت الذي شنت فيه حركة القطاع الأيمن المتطرفة هجوماً جديداً على مبنى النيابة العامة في مدينة دونيسك، وقتلت متظاهراً في مدينة ماريوبيل. تردني بالقاذف يوقع بقل حيط اعلاني انا، فيجوا رفقاتي ما كانوا يتركوني ولا كانوا يتخلوا عني. استقبلت انا لابني بكل رحب، والحمد لله على سلامتك. أنا بقول لرفقات ابني الله يحميهم، رفقات ابني وغير كل شيء عم بيدافع عن هالوطن بشرف وبكرامة، الله يحميهم ويكون معهم وينصرهم على أعدائهم يا رب العالمين.
بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا، تفقد الدكتور سعد النايف وزير الصحة مركز معالجته بدمشق، وهو أحد المراكز الصحية التخصصية المنتشرة في أنحاء القطر. معاناة شبه إسبوعية، جسدية ونفسية، ألم ونقل دوري للدم، كل هذا نتيجة تجاهل مقبل على الزواج إجراء الفحص الطبي اللازم، فكانت نتيجته أبناء تعاني وأباء تتألم. هي التلاسيميا، المرض الوراثي الذي انتشر في حوض البحر المتوسط نتيجة قلة الوعي والإدراك. الدكتور سعد النايف أكد أن وزارة الصحة تتكلف سنوياً أكثر من 10 مليارات ليرة لتوفير الأدوية المجانية، وأن عدد المصابين وصل إلى 9020 مصاباً. اليوم هو اليوم العالمي للتلاسيميا، الذي نأمل إن شاء الله أن لن نرى أي حالة مرضية جديدة، ولا يتم ذلك إلا بزيادة قليلة من الوعي الطبي. هذا المرض هو مرض وراثي، ويمكن تجنبه بفحص بسيط جداً تجرى في هذه العيادات ما قبل الزواج. مراكزنا الطبية جاهزة لاستقبال كل هؤلاء المرضى في كل محافظات قطر. لدينا في سوريا حوالي 9020 مريض، لدينا 12 مركز تخصصي بهذا المرض، وكل اللقاحات وكل الأدوية إضافة إلى كل الأدوية تقدم بالمجان 100% لهؤلاء المرضى. احنا كمنظمة الصحة العالمية بننصح كل الشباب أنهم يقوموا هذا الفحص قبل أن يدخلوا في يعني علاقات عاطفية، وبعد كذا الرجعة بتكون صعبة. فكل ما عرف الشخص أنه هو عنده حامل لهذا المرض يستطيع أن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. معاناة التلاسيميا أنه تأمين كيس الدم، معاناة التلاسيميا شوي بالحالة النفسية اللي عم بعيشها، لأنه هي مو بس علاج، لأنه الجانب النفسي بيلعب دور كبير عند مريض التلاسيميا. تحاليل ضرورية للإنسان، ويعني الحمد لله عم نتعايش معها يعني بطريق نقل الدم، ولو عم نلاقي صعوبة شوي من نقل الدم بس يعني الحمد لله. 500,000 ليرة سورية تكلفة مريض التلاسيميا السنوية، من الممكن أن يوفرها المقبلون على الزواج بإجراءات تسهم في البدء بحياة سليمة وتكوين أسرة مستقرة صحيا، وتجنيبها الكثير من المعاناة النفسية والمادية. وزارة الثقافة بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف تفتتح معرض صور ضوئية يوثق ما تعرضت له الآثار السورية من خراب ودمار في قلعة دمشق. وثيقة صهيونية تقول: جرد الشعوب من ذاكرتها، يمكن لك إعادة قولبتها. سياسة اعتمدتها عصابات الإرهاب في حقد مؤلم يظهره جليا حجم الدمار الذي لحق بمناطق أثرية وتاريخية على امتداد الأرض السورية، تلك جدران قلعة حلب إلى أفاميا، حيث تنقيب الأثار الذي غير خارطتها، ومئذنة جامع خالد بن الوليد، كلها تحكي قصة ألم. منحوتات أثرية عمرها آلاف السنين سرقت وخربت. هنا رسمت خارطة توزع نسب دمار الآثار الموجودة في كل محافظة. أهميتها كبيرة جدا، أهميتها كبيرة لأننا نريد أن ندعها للذاكرة الوطنية، ونريد أن نوعي السوري المواطن السوري بأن وطنه ينهب وينتهك، وأن تاريخه يحطم، وهذا ليس عبثا، فالتاريخ هو الهوية، ومن لا تاريخ له لا مستقبل له، والمستهدف هو المستقبل في نهاية المطاف. 150 صورة توثق الاعتداءات على الممتلكات الثقافية السورية والمواقع الأثرية. سوريا التي تمتلك أكثر من 10,000 موقع أثري استباحها الإرهاب والفوضى. الناس اللي حريصين دائما على ترميم ما خرب، فدائما هناك من يخرب يحاولون محو ذاكرتنا الغنية المتجسدة بتاريخنا وإرثنا. ما استدعى العمل من قبل الجهات المعنية على التنسيق والاتصال مع المؤسسات الدولية المسؤولة عن التراث العالمي، كما تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي هربت خارج البلاد، وعملت مديرية الأثار والمتاحف على أرشفة كل القطع الأثرية للتمكن من استعادتها في حال فقدانها. أما عمليات التنقيب التي اجتاحت الأرض السورية فتبقى كنوزها رهينة الضمير العالمي والإنساني الذي يغيبه مصالح تفتك بشعب وإرث وتاريخ. ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا لعناوينها: حمص القديمة خالية من الإرهابيين، ورشات الخدمات تباشر العمل.
الإرهابيون يفجرون فندق الكارلتون بحلب ويدمرونه بالكامل. روسيا تعيد تقييم الوضع في أوكرانيا بعد قرار دونتسك ولوغانسك عدم تأجيل موعد الاستفتاء. شكرا متابعة بأمان الله. مشاهدينا الكرام، من المركز الإخباري بدمشق نشكر لكم حسن المتابعة. كنا وسنكون وستبقى سوريا بألف خير. إلى اللقاء.